أحبتي أينما كنتم، معكم الدكتور محمود السوس، دكتوراه في العلاج الطبيعي والتأهيل. مشاكل القدمين شائعة جدا، فأحبتي يمكنكم عمل بعض الحركات البسيطة التي تروها، هذا سيساعدكم على استرخاء كل الجسم وكل أعضاءكم في جسم الإنسان. هذه طريقة معروفة منذ القدم لعمل استرخاء وتحفيز كل أعضاء الجسم والدماغ على العمل بطريقة صحيحة. زي ما أنتم لاحظين، نبدأ في المنطقة بشكل عام، الأصابع والأصبع الكبير مسؤولين بدرجة أساسية عن الدماغ، عن الأنف، عن الحنجرة، عن الأماكن في أعلى الجسم. فبعض الضغطات على هذه المناطق تساعدنا على الاسترخاء، تساعدنا على النوم العميق، تساعدنا على التركيز، تساعدنا على الحفاظ على مزاج رائع. فهذه الأصبع الكبير مسؤول عن منطقة الدماغ بالأساس، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على المناطق العلوية من الجسم كالدماغ والرئتين والقلب. فهذه الأماكن مخصصة أكثر شيء للأماكن المرتفعة في جسم الإنسان، ألا وهي القلب، الرئتين والدماغ. فإن المنطقة هذه مسؤولة أكثر منطقة المعدة ومناطق المعدة ومناطق الكليتين. في هذه الحركة بنحفز أكثر شيء الدورة الدموية في الرئتين والتنفس. عمل المساج هذا بالطريقة هذه يساعدكم على التخلص من كل السويلينج أو الانتفاخات، تنشيط الأعصاب في كل جسمكم، وضعكم على الارتياح، تنشيط الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي في هذه المنطقة. وطبعا هذا التركيز الأماكن السفلية وخصوصا منطقة الكعب هي مسؤولة بشكل أساسي عن آلام العمود الفقري، ممكن تحفيزها وتخفيف هذه الآلام وتليين العضلات اللي موجودة في مفصل الكاحل. مفصل الكاحل معرض لكثير من الإصابات، فيستحسن أن نعمل هذا المساج له لعملية الاسترخاء ولعملية الليونة في المفصل ومكافحة كل السوائل والانتفاخات في المنطقة هاي، لإعطاء منظر لائق للقدمين والمنطقة هاي، لأن منطقة لازم تكون خالية من كل الانتفاخات ومن كل السائل الليمفاوي المتواجد في المنطقة هاي بكثرة بفعل الجاذبية. فهذه الحركات تساعدكم على الحفاظ على الدورة الدموية والدورة اللمفاوية وتنشيط العضلات وتنشيط المفصل وتنشيط الجسم ككل. طبعا الضغطات في المناطق هذه بتأثر كتير على منطقة القفص الصدري ومنطقة الرئتين ومنطقة الكليتين. فالقاعدة الأساسية المنطقة العليا اللي هي الأصابع والأصبع الكبير بتروح أكثر للمناطق العلوية من الجسم، وكل ما نزلنا لتحت بتروح للمناطق السفلية لحد ما نوصل الكعب. الكعب أكثر شيء بيأثر على العمود الفقري ومنطقة العمود الفقري وتخفيف الآلام. هنا بننتقل لمساج العضلات البطة أو عضلات الساق. عضلات الساق اللي هي عضلات قوية جدا، وانقباضاتها أثناء المشي تؤدي لتسريع من الدورة الدموية في منطقة الرجلين. فضروري جدا إن نضلنا نعمل مساج لهالمضخة الثانية هذه اللي بتساعد القلب على العمل، بتساعد التروية الدموية، بتخفف كل الانتفاخات اللي موجودة في الرجلين، بتخفف كل السائل اللمفاوي اللي بتجمع وبعطي زي انتفاخات، وهذا بيؤدي لانتفاخات في منطقة الركبة. فممكن نعمل مساجات اتجاهات للقلب،
دائما لتسريع من الدورة الدموية وعصر هاي العضلات القوية التي تحتوي على الكثير من الأوعية الدموية والأجهزة الليمفاوية، منطقة غنية جدا في الغدد الليمفاوية والدورة الليمفاوية التي تتركز في المناطق هذه، وتسريع عمل الجهاز الليمفاوي والدورة الدموية هذا بيؤدي إلى عملية مساعدة كبيرة للقلب بشكل غير مباشر، وكمان بنعطي تليين لمفصل الركبي اللي احنا معرضين أكثر شيء للإصابات. وجود الليونة هذه بتكون مانع ووقاية، كمان الناس اللي عندهم مشاكل انتفاخات واللي هي منتشرة كتير والدوالي وألام الركبة، هذا المساج مريح جدا، وبنشجعهم على عمل المساجات بالشكل البيتي بشكل بسيط انهم هم يعملوا لحالهم. فشايفين عندنا الصابونة تحت الركبة، هاي لازم نضلنا نحرك فيها، لازم نمسج لأنها جزء أساسي في حركة مفصل الركبة، إذا كان فيها خشونة هذا بيؤدي لآلام كثيرة، فالمساج والحركات هذه بتمنع الخشونة، بتلين مفصل الركبة، بتساعد على التروية الدموية، على وجود غذاء أكثر لمنطقة الركبة وتحريك المنطقة هذا، وهذا بعطينا تخفيف في الألم وزيادة في حركتنا وليونة في حركتنا وارتياح أكثر فيها من الألم التي ممكن أن تحصل في هذه المنطقة الحساسة من جسمنا المستخدمة بشكل متواصل أثناء المشي وأثناء الحركات المتواصلة اللي إحنا بنسويها. طبعا حركات الركبة الصابونة لازم تكون من أعلى لأسفل ومن الجانبين حركات متساوية. في الحالة احنا بننشط كل العضلات اللي حوالين مفصل الركبة وبنلينهم وبنوصل مواد غذائية أكثر، وبنساعد القلب وبنخفف من الضغط وبنخفف من الالتهابات وبنخفف من السويلينج أو الانتفاخات.